طيب شباب اليوم شو بدنا ندرس؟ أول أنا بعرف شو أول؟ طب شو الفرق بين أول وال والار دي اف سكي والار دي اف؟ في كونسترينتس زيادة. شو رأيك في جوابه يا ديما؟ شو رأيك في جوابه شريها؟ شو رأيك في جوابه؟ غلط. أنا كنت ار دي اف مش ار دي اف سكيما. طيب بنعيد السؤال، شو الفرق بين اول وار دي اف؟ في كونسترينتس زيادة. على فكرة بنقدر نخلط سكيما والسكيما مع الداتا، ما فيش منا مشكلة. طيب أخذتوا الـ RDF سكيما، هلا بدنا نشوف الأشياء كيف. بدل ما نحط RDF اس كنيم سبيس، مرات بنحط أول وكلاس ونمشي. فبنعمل إحنا في الـ RDF عملنا كلاس، عملنا سب كلاس، عملنا بروبرتي، وإلها دومين وإلها رينج، مزبوط؟ هلا هون بندخل أكثر. قبل ما ندخل، شو الـ Reading Material المطلوبة تاعت المادة؟ الستاندرد. وعلى فكرة بتكرريش كل شيء، قال لي بس هذول انت اول خمسة سيكشنز. في شيء اسمه اول تو، لانه طلعت اول تو مؤخرا، هاي الريدنج تبعها. وهاي في عندنا هون ارتكل كتبها رامي حضرب طالب ماجستير، بيساوي الثيسيس تبعته برنامج ترسم او ار ام بيطلع جنريت لايش؟ لاول. كيف تكتب اول؟ هاي الثيسيس تبعك. هاي في early article mapping ORM to AWL2 mapping، أو to AWL2. إذا بتاخذوها منه أو موجودة بتوقع الموقع تبعي. إذا اللي بده يشوف مرات هاي بالأول هيك أو بالORM هيك، كيف بدي أسويها بأول؟ هناك الريفرنس. هذا كله بلا بلا، بنقول أول إنها ستاندرد، وبنقول خليني أمشي بلا بلا هاي بسرعة، هاي سريعة ما بنقدرش نتجنبها. فركزوا معاي لان حسويها بشكل سريع. فاول stands for anthology web language. اول شو معناته اول بالانجليزي بالمناسبه؟ بومي. اول كلمه اول معناها بومي. انها انبنت on top of RDF written in XML. written in XML طبعا مش عشان الكمبيوتر يفهم، اي مش عشان الهيومن اللي يفهمها، انما انبنت اساسا للهيومن اللي يقدر، يعني سوري الماشينز اللي تقراها. في عندنا شيء اسمه اول فول او الدي ال او اللايت، يعني في عده فيرجنز من اول، في شيء ابسط من شيء يعني. طيب سكيب هلا شيء الانتولوجي، مش اليوم بدنا نعرف شيء الانتولوجي، بس بدنا نقول هو انتولوجي انه زي ار دي اف سكيما بنسميها انتولوجي. ار دي اف سكيما بس انتولوجي هيك بقوله، او اول with more constraints. بدناش ندخل شيء الانتولوجي، لان انا شخصيا على الاقل بعترفش انه هاي انتولوجي، بقول هاي just a schema. خلينا وينتا اليوم نقول عنها، عن ال ORM schema او عن ال او ال RDF انها انتولوجي. بس من محاضراتي وبعدها نوجد بالضبط الفرق بين اشي مكتوب ربش مكتوب باول وانتولوجي، يعني كلمة انتولوجي كلمة ثانية. طيب في طبعا اول ما طلعت، اول طلعت عشان السيمانتيك ويب، بتعرفوا الار دي اف ال اللي حكيت لكم عنه. هلا هاي الفيجن تبعت السيمانتيك ويب، اوكي نكتب الاشياء مثلا بار دي اف اي، مثلا الويب بيجز، كل الانترنت لازم تكون مكتوبة هنا. التاكس مكتوبة وين؟ في اول، زي هولا حكينا، زي ما حكينا في المشروع انه بنكتب ار دي اف و RDF سكيما او اول او اول is the same. ها فالاول بنوصف التاجز فيه، بنوصف البريديكتس، بنوصف يعني وكأنه بنعمل ديسكريبشن للداتا مش الداتا نفسها في اول. فاول خلينا نقول it's part of the semantic web vision. هذا كله بتقرؤوه لحالكم مش من هذا الشيء. هلا المهم انه في اول فول، يعني هاي very expressive very expressive، اللي هي تقريبا بتغطي شغلات كثير من الفيرست اوردر لوجيك. بس مش خدنا الديسكريبشن لوجيك؟ كنا الديسكريبشن لوجيك از ا سبسيت اوف
first order logic. ففي إشي اسمه أول دي إل أو الديسكريبشن لوجيك. يعني شو هاي؟ مش كل شيء موجود هون مسموح هون. لاحظ إنه ليش؟ لأن إحنا بدنا الأجزاء اللي ديسايدابل، يعني اللي بنقدر نعمل عليها الريزنينج. وفي إشي اسمه أول لايت، شغلات صغيرة عشان الريزنينج. يعني خذنا الأرض إف إس وفوقها شوية شغلات صغيرة، مرات بتكفي، بس هو نفس السينتكس. انت بتشوف الفرق انه هاي الشغلة allowed في اول دي ال ولا مش allowed، allowed في اول light ولا مش allowed. بس قلنا انها specified في الاكس ال وانها extension لا ار دي اف وار دي اف. وين كان الريكومنديشن تبعها في ال W3C بال 2004؟ اتذكروا هذا الرقم لانه صار في شيء اول 2. اول 2 وين انت؟ 2009. يعني عمرها حوالي 3 سنين. هلا الفرق بين اول 1 واول 2 في طبعا في اشياء يعني، بس او حتى اول اللايت انا دائما بقول مش بطاله وبتكفي. لا 99% من الابلكيشنز، هذا 99 رقم من عندي يعني. اذا بتتذكروا انا شو اللوجيك اللي شرحت لكم اياه في انو نوع من اللوجيك؟ الديسكريبشن لوجيك. انو نوع شو اسمه؟ اي ال سي ولا شوين؟ شوين شوين اللي هو بنسميه الاندر بيننج اول، يعني يعني شوين واول اول الاول هم نفسهم. هذا بينكتب في لوجيكال سيمبلز وهذا بينكتب على طريق الار دي اف. هلا اول 2 او خلينا نقول شوين تطور نتف صغير صار اسمه، ضاف عليه بعض الشغلات صار اسمه سترويك. فاول 2 بتعكس سترويك. فمرات بنقول او اول از ا سيريلايزيشن اوف. شو يعني سيريلايزيشن؟ لا وين ماهر؟ لا مش تسلسل، يعني كودينج اذا بدك. كودينج وكأنها كودينج مزبوط، مش عارف بالعربي بالانجليزي. ف سيريلايزيشن لللوجيك ترميز. ترميز ايوه لاحظ سيمبولايزيشن. ف لا سيمبولايزيشن العكس. هلا اذا في عندنا ريزر، في عندنا ريزر و والبيلت ريزر 2 وبيلت وفاكت وهيرميت، هذول برامج، هذول الريزنينج انجنز اللي ايش؟ اللي ما عرفتوش تشغلوهم لليوم. اليوم لازم تشغلوهم، لا فيش مجال. هلا هذول بدعموا اولتو وبتكملوا قراءه انتوا عن اولتو. اولتو برضو فيها اشياء، فيها معلش اولتو زي اول 1 مش كنا في فول ودي ال ولايت، في اشياء في اختلافات بينهم بتقراوها انتم، بتقدروا تفهموا هاي الاشياء انتم وانت لما تشوف السينتاكس تبع اول. ترجعوا انتم للسلايد هاي. خلينا اول شيء ندخل ناخذ ايش البيسكس تاعت اول. بيسكس نشوف شو الكلاس، شو الانديفيديوال، شو البروبرتيز والسبيشال كلاسز اند بروبرتيز. كيف سوينا بالار دي اف سكيما؟ مش كنا شو الكلاس، كيف ورجيتكم كيف تبني الكلاس ذكرين بيرسون ادوار تعيين. هون الكلاس عباره عن يونري بريدك، بنقول بير مثلا هون بنكتبها باللوجيك زي بيرسون او سيتي، نقول هون مثلا رام الله بيرسون انس. هاي اكزامبل على بيرسون، بنقول اول كلاس الار دي اف اي دي شو اسمه بيرسون ها سيتي. هيك تعريف للكلاس. انا بدي اعرف الكلاس، هاي تعريف الكلاس. هناك هاي تقريبا قريبه جدا 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 ل ار دي اف سكيما. هيك بنعرف نعرف الكلاس. هاي شو بكت هون؟ اوكي بس هنا دير بالك انه تعريف الكلاس في الار دي اف سكيما موجود هناك، تعريف الكلاس في الار دي اف في الاسوري في الاول موجود وياه مطرح ثاني. يعني
بدك تستعمل بنقولها اتس ان اول كلاس، يعني التعريف هو بالاخر هو نفسه او قريب جدا له. فهمتوا كيف؟ هذا بالاو بالاو ار ام شو بنسميها منى؟ الكلاس ها بنسميه انتيتي. شريها انتيتي، في شيء اسمه انتيتي إسراء انتيتي. عبنا انتيتي بالاو ار ام بنسميه. اقرا يا وليد، اقرا يا وليد. طب جيت كتابي مكتوبي قدام. هاي بس مسميات. فالأول الكلاس الأول زي الأوبجكت تايب أو زي الانتيتي أو زي الكلاس في الأشياء الأخرى. واضح شو الكلاس؟ بدوش فلسفة. طيب الانديفيدجوال يعني الانستنس. الانديفيدجوال مثلا بنقول اتس كونستنت، مثلا بنقول دوارت سعيد باليستاين إلى آخره. ان انديفيدجوال از ان انستنس اوف ا كلاس. هلا لاحظ هون شو حطيت انا؟ مان مان اسم الكلاس. وهي شو معناها هاي؟ شو معناها هاي عبير؟ عبير يعني الاي دي تبعها ادوارد سعيد. شو الكلاس الشيء الاصلا بس هو مان والاي دي تبعه ادوارد سعيد. الفاليو من الكلاس مان. هاي في عندنا انستنس اسمه ادوارد سعيد نوعه مان. وهاي شيء باليستاين. اسراء هاي باليستاين نوع حق انتري. شو يعني شيء شو باليستاين؟ انستنس انستنس. وهي شيء منى؟ هاي انستنس لمدينه اسمها جيروزاليم. هيك بالضبط فاليو تكتب في او ار ام فاليو. مش فاليو لا في الاو ار ام شو؟ اقرا نوتس ذات ذير از نو واي ان او ار ام تو اد انستنسز تو كونسبتس از ارت اوف ذا سكيما. يعني هناك بس احنا معنيين في السكيما. هناك بس نحكي عن سكيمز، ما نحكيش عن انستنسز في الاي ار والاو ار ام واليو ام ال. هون احنا ممكن نحكي عن ممكن الانستنسز والسكيما مع بعض. فهيك بنعرف الانستنس. واضح؟ في سؤال يا مؤيد؟ طيب الاوبجكت بروبرتي. الاوبجكت بروبرتي اتس ريليشن بتوين تو انستنسز اوف كلاسز، يعني بتوين تو كلاسز. زي باينري بريك نقول اوثر كذا وكذا. إشي شو مثلا author of مثلا ها او منقول مثلا book إلو author. البوك إلو author شو هو؟ person. في ال ORM كيف؟ خلينا المفروض حط ORM هون بس يعني كان اسهل كان تطلعوش على هاي من يعني teaching style افضل ما نحطش ORM. يلا مع بعض يلا مع بعض. شو يعني في عندنا هون في عندنا هون كلاس اسمه بيرسون وفي عندنا بوك وفي بينهم ريليشن. البوك هاز اوثر سب تايب ولا بيرسون سب تايب شو مش لا لا الاوثر هون ريليشن ريليشن بيرسون بيطلع منه بوك في اوثر. بنقول مثلا اذا هاي كانت بوك هون بوك وبعدين ريليشن بوك مثلا اوثر او هاز اوثر والنا الطرف الثاني بيرسون. لاحظين هاي هيك. هلا كيف نكتبها؟ اوبجكت بروبرتي ار دي اف والدومين عارف الدومين تبعها ومنعرف الرينج. الدومين هيك طلع طلع عشان ما تخربش بين الدومين والرينج. بتكون دائما هاي اذا هاي ريليشن بنقرا من هون. اذا بدك تقرا او ار ام دائما تقرا من الدومين بتقول بوك هاز اوثر بيرسون. هاز اوثر بيرسون. نفرض هاي الانستنس هاي بيرسون هاي بيرسون هاي نبلش من جوا البراكتس الاولى بعدين اوثر بعدين طيب كلمه ريسورس. في الاو ار ام هاي بتوين ريليشن بتوين تو انتيتيز تو انتيتيز ريسورس ريسورس مضبوط ولا في كل حكايه ريسورس دومين. هاي دومين وهاي رينج. كلمه
انه هاي ريسورس انه هاي ريسورس اسمه بوك اشي موجود تعريف انه هذا تعريف موجود كنا حطينا هاش يعني معرف نفس الملف كنا حطينا هاش معرف نفس الملف طيب هاي الهاش خلي السنتكس لكم هاي تعلم. طيب هلا لاحظوا انا بدي اسال سؤال شو مكتوب هنا يا منى ان او ار ام بتوين تو انتيتيز مش تو اوبجكت تايبس لانه بعض الاوبجكت تايبس بنسميها فاليو صح داش هذول لاحظوا هاي اوبجكت بروبرتي دائما لازم يبقى الطرف هذا والطرف هذا عباره عن سوليد يعني خط متواصل مش خط متقطع اذا كان متقطع بنسميها داتا تايب بروبرتي نسميها داتا تايب بروبرتي يعني مش اوبجكت بروبرتي يعني هاي فرق بين الـ ORM والأول انه اذا العلاقة relation مشبوكة مع اشي في ضغط هاي لازم نستعمل داتا تايب بروبرتي هلا خلينا نقول البوك له تايتل والرينج string ما حطينا كنت بيرسون ما حطيناش انتيتي ولا حتى يعني هاي كومبليتلي ديفرنس بتوين او ار ام اند اوت انه الرينج ده هون لا في الـ في الـ في الداتا تايب دائما سوري في الداتا تايب بروبرتي دائما داتا تايب سترينج او انتجر او شو كينتو؟ مش انت يعني حطناش كينتو هو داتا تايب نحطش كينتو كيف نحط كينتو؟ احنا بنعرف سكيما هون نو نو سترينج نو مش كينتو يعني وكأنه بتحط بوك له ريليشن اسمها تايتل رول وبيطلع منه هون ايش دوت تايتل نيم لا مش نيم بوك نيم لا سترينج لا بقي الاكوفيلنت الاول بوك له برايس الانتجر لاحظوا هاي اكس اس دي شو يعني اكس اس دي هذا تعريف عملوا لك اكس ام ال للداتا تايبس موجود في اخر سلايد عندي في البرزنتيشن الداتا تايبس المسموحه واضح مفهوم لحد هون مفهوم في الاول بصيرش دكتور بصير في الاول حط لترال فاليو قصده قصده يقول بوك تايتل اورينتاليزم لا سكيما مش شيء قصده شو بقول عم لا بقول لك هاي سكيما هاي داتا هاي مش عشان هاي مش ار دي اف هاي عشان اعرف سكيما في الار دي اف بنحط فهمت علي هاي السكيما بنحط التايب تبع الفاليو بنحط التايب تبع الفاليو مش الفاليو شب لقطات فالداتا تايب بروبرتي بتوين بالاو ار ام اتس باينري لاحظوا فيش تيرنري في الاول ولا يوناري بس باينري بتوين ان انتيتي اند فاليو بالاو ار ام واضح امشي فيش سؤال خليك نفس الصورة بس بس خلينا نعرف الصراحة خلينا نعرف الصراحة هلا في سبيشال كلاسز سبيشال كلاسز في عنا إشي اسمه طب تعرفوا باللوجيك مش فيه طب هذا كلاس اسمه هذا ريزيرف شو معناته كل الانستنس اللي في الدنيا هيك معناته اللي في الدومين اللي في الدومين هيك في عنا اشي اسمه كلاس اسمه طب هذا ريزيرفد بيمثل السبيس كله يعني كل الست اوف انستانسز وفي عنا بوتوم اللي فيش فيه ولا انستانس وفي عنا يونيفرسال بس هاي بروبرتي يعني هاي للكلاسز شو يعني يونيفرسال للبروبرتي تتذكروا السبسيت
في الاو ار ام بتوين تو ريليشنز هي عمليا كمان بتعمل هيراركي بالرولز مزبوط. طيب افرض انه بدك تطلع تعرف هيراركي يعني ريليشن اسمها ريليشن اسمها يونيفرسال اللي هي ايش معنى يونيفرسال يعني شيء عام عالمي عام. هلا بنقول مثلا علاقة نفرض في عنا ريليشن بروز برو يعني يستعير وتشيك اوت مثلا. هلا كل واحد بروح مع البرو معناته كمان لازم يعمل تشيك اوت. كل واحد بيعمل تشيك اوت لازم يعمل واتيفر او العكس. هلا انت بتطلع اذا هلا في الاول بتمكنك انك تعمل هيراركي من الريليشنز الريليشنز ها هيراركي اخر واحد يفوق. كيف الانستنسز في الكلاسز في عنا الطب في عنا هون ايش ريليشن او بروبرتي اسمها يونيفرسال ريزيرف اللي هي كل العلاقات بين كل الاشياء. يعني هون كل الاشياء هون كل العلاقات بين كل الاشياء ممكن تكون هي العلاقه اللي بتربط كل العلاقات مع بعض. هي مش بتربط كل العلاقات بتعبر عن روت. روت لمين؟ لكل العلاقات طيب خلينا ناخذ بريك وبعدين نكمل.